لا مسكين. المجلس سبحان الله فيه صبغة إيمانية. قبل قليل كان عندي أبيات عن الإيمان أيوة كذا، وكنت مهيئ نفسي إني أطرحها، لكن طالما تبون قصة نخليها قصة. كل اللي منك يجي زين يا أبو محمد. في قصة فيها عبرة عظيمة وفيها عدة فوائد. هذا قبل عدة سنوات، ويتبين تاريخ القصة من أثناء سرد الكلام. هذا واحد في العراق يربي مواشي، وعنده ما شاء الله تبارك الله مواشي طيبة وسلالة طيبة وعدد جزل. جمع أولاده كانوا اثنين وبنات ثنتين وأمهم، قال شوفوا والله الذي لا إله إلا هو ما دخل على حلالي هذا دينار واحد حرام. ما شاء الله تبارك الله. فما اجتمعت البركة إلا بوجود الحلال. حافظوا على الحلال حي أو ميتنا، انتبهوا يدخل عليه شيء حرام، ترى حلالكم ما يعني أنا أضمنه لكم. سبحان الله العظيم. واحد من الأولاد راح، طبعا كان التجنيد إجباري في العراق في بداية الحرب العراقية الإيرانية، كلام هذا. بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات توفي الوالد، والدهم توفي، فبقى الولد هذا الصغير هو اللي تولى شؤون الحلال، ولا ما هو بله ولا كليف عليه. المهم يسر الله الأمور وباع الحلال وجمع الغلة كلها، هم طبعا في أرياف ما هم في مدينة، فجمع الفلوس كلها وحطها في بالطو معه وراح يدخل المدينة بحيث أنه يضعها في بنك، ثم يروح يبلغ أخوه في تفاصيل وفاة أبوه وبيع الحلال، لأنه الولد كان أخوه الثاني مجند وعلى حدود إيران. انتقل من مدينة إلى مدينة عبر الباص، عبر الباصات طبعا، يركب من باص الباص، يعني بأحدى المدن القريبة نوعا ما من الحدود الإيرانية، وقف أكرمكم الله يحتاج دورة المياه عند مسجد، وهو داخل يتوضأ علق البالطو، التفت كذا إلا البالطو ما فيه بحلالهم كله. الله طلع يركض مثل اللي فاقد عقله. نعم. مذعور ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. شوي إلا يشوف الناس تجمهر، ولا واحد داعسته تريله. قال سبحان الله العظيم، إذا شفت مصايب الآخرين تهون مصيبتك. أنا فقدت مال وهذا فقد حياته، والحمد لله على كل حال. الله. رجع الآن هو قريب من الحدود الإيرانية، وفي ذلك الوقت أثناء الحروب، الله يكفينا وياكم الشر، الدول تخشى من الجواسيس اللي يتجسسون على الأماكن أو كذا، فهو الآن ما معه أي وثيقة تثبت هويته، ما معه أي وثيقة، كل وثائقة وفلوسه في هالبالطو اللي انسرق راحت. فخوفا على نفسه حب أنه يختفي في إحدى المزارع بحيث أنه لعله يجمع له ثروة يعني، بس مبلغ يركبه الباصات حتى يرجع لأهله. لا إله إلا الله. يمكن تقريبا جلس شهرين وهو من مزرعة المزرعة يشتغل عند هذا يوم وعند هذا يوم، يجمع اللي الله يكتب له. يوم غلق شهرين ويبدأ بطريقته الخاصة يركب من مكان لمكان إلين يوم وصل، إلا والله أهله عندهم حزن وعندهم وش الحاصل وش حق. قالوا ولدهم ميت اللي هو وشلون، قالوا إنهم جابوا البالطو حقه مليان دم لكن فيه فلوسه وفيه أوراقه وفيه كل شيء. سبحان الله. فسبحان الله، شوف عبرة المال الحلال، رجع من السارق بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه من القصص اللي فيها عبر، والله إن عبرتها قوية. شوف إن الله الحامي سبحانه، وشوف إن الله الرزاق، وفيه مثلا يتداولون يقولون الحلال ما يضيع. صحيح. يعني ما يضيع معناه ترامه رب العالمين سبحانه، اللي فكه من السارق وشال بالطه الرجال بالحلال كله ورجع لأهله، والرجال الضعيف ذا قاعدين يشتغل عشان بس يرجع لأهله قد حلاله كله. مان حلال. إي والله سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى هذا أكبر دليل على أن الله الحافظ، الله الحامي، الله اللي يحفظ الآدم ويرضى حلاله. سبحان الله. أبو نايف، مشتاقين لقصصك، انتقاءاتك. والله مشتاق.